سميرة هنا؟ مش غلط. أهلا يا روحي، مبروك الفيلم. عقبالك. عقبالي؟ ليش الأفلام حكر على جو رومانيو بس؟ لا مش موضوع حكر ولا حاجة، بس كان ممكن بمنتهى البساطة تكوني بطلة الفيلم ده وانت عارفة، من غير ما تتبهدلي ولا تتمرمطي ولا تيجي لحد هنا عشان تبوسي الأيادي. ومين قالك اني جاي بوس الأيادي؟ أمال جاي بوسي ايه؟ حلو. أيا كان السبب اللي جايبك عند وليد بيه أنا ماليش فيه، بس انت أكتر واحدة عارفة إن جو روماني كان ممكن يأثر عليك الطريق. على كل حال ربنا وفاك. بيئة قوي برضو. باي. ابقى خلينا نلتقى على شباك التذاكر يا روحي. عناية. احكي حيلا شي، ما تضل ساكت. شو بدي كان اقول؟ لا انت تركت حكي. صدقني انا من ابن طالب. ليش؟ انا بس بدي اعرف ليش. كنت عم بحميكي منه، كنت مستعد اقضي كل حياتي بالحبس بس انت تكوني مرتاحة. ليش؟ يلا الله يخليك ما تفهم. وين بدك ابقى؟ وكيف بدي ابقى؟ ليش انت تركتي لي مطرح؟